السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. سنقوم الآن بشرح طريقة عمل مكيف صحراوي مخفي في أي غرفة. في البداية نشتري الجرم أو الهيكل من محلات يسمونها هذه محلات التمديدات حقة التكييف أو الستيل، نديها المقاس المطلوب ويقص معنا، نكمل في البيت أو نخليه هو يقص من الباقي. أنا عندي المعدات وعندي المعلم زكي ما شاء الله شاطر في القص، فنبدأ معكم الخطوات. هذا الخطوة وشيء نأخذ مقاس المروحة ونقص عليها الفتحة بالضبط، نجعل شفة إلى الداخل 5 سنتي عشان تركب فيها المروحة، مكان للسلك هنا طبعا، نضيف ندخل المروحة في مكانها، ممكن نغريها بغرس لكم أو أنا أتركها الآن كذا. من الجهة الخلفية نفس الطريقة لكن ما نسوي شفة، نخليها مقصوصة مباشرة. هذا شكل المكيف بعد ما انتهيت من أعمال الدهان وركبت المروحة. من الداخل أنا ما فكيت، لكن نفس طريقة المكيف الصحراوي، من فوق مصورة توزيع ماء ومن الأسفل الريش حقة التبريد، راح تكون واضحة أكثر في الشرح في المقطع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، الآن راح أعرض عليكم فكرة جديدة. هذه غرفة طبعا فيها شباكين، هذا مكيف وهذا شباك. الشباك هذا شباك طبيعي زي أي شباك، نجي نفتح الظرفة هذه، فتح الشباك على الحوش مباشرة. السر والمفاجأة والفكرة هنا، لما نفتح الظرفة الثانية للشباك راح نلاحظ وجود مكيف صحراوي مخفي خلف الشباك، ما أخذ مننا مساحة، ما يحتاج تمديدات، ما يحتاج فتحات، ما يحتاج أي شيء، تقدر تركبه في أي غرفة. مد الأسلاك من خلف المكيف واصل إلى هنا، يشتغل على طاقة شمسية، يشتغل على كهرباء، طبعا ما يأخذ كهرباء كثير، شيء مرة بسيط. طريقة التشغيل خلاص، هنا عندك 3 سرعات المروحة ومكانك أنها تتحرك. طبعا دفع الهواء للمروحة هذه جيدة جدا، عجبتني صراحة. المكيف لسه جديد، أنا استعجلت في التصوير بس صراحة من الحماس، أمس نمت على في الغرفة هذه كان شغال طول اليوم التانكي، طبعا من هنا الماء من المنطقة هذه إلى الأسفل، هذا خزان ماء يعتبر داخله. التانكي كفى معايا أكثر من 10 ساعات تقريبا. المكيف هذا كان شغال لكن كان يشتغل الكمبروسر لمدة دقيقة دقيقتين ويفصل يمكن ساعة، ووقت مرة طويل. اكتشفت أنه يوفر كهرباء، يرطب الغرفة، يدخل علي هواء نظيف طول الوقت من الخارج، فهذه فكرة جميلة. أصور لكم الآن من الخارج نشوف المنظر. الفكرة من الخارج زي كذا، طبعا ما اكتملت، أنا الآن لسه في التجارب. رجعت الشبك، هذا قصيت الشبك، قصيته ورجعت مسافة 30 سنتي وراء. اليوم مؤقتا مقفله في السفنج هذه، لما اشوف له طريقه بخشب او بالفوم اقفله باذن الله. هذا طبعا ريش التبريد زي اللي في غرف الزراعيه او الدوازن استخدمه. طبعا هذه قبل ان استخدمها تغسل جيدا لان ريحتها صراحه بشعه، فتغسل 3-4 مرات في المويه وخلاص. المويه الان درجه حرارتها عادي زي الخزان، بعد ساعه تكون هذا الخزان يكون بارد جدا. هذه المساحة اللي تكفت الموية تكفي تقريباً إلى 10 ساعات وبالتوفيق. الأسلاك طريقة تمديدها زي كذا، طبعاً سلك للمروحة وسلك للطرمبة من فوق المكيف داخل على الغرفة جوا. هذا المكان هنا نخليه للبطارية، بطارية ولوح طاقة بإذن الله يركب في المنطقة هذه، وشكراً للجميع.